تحت سارية علم الجمهورية في المدارس وعلى ايقاع تحيته الخالده تحيا الجمهوريه اليمنيه كانت اصوات الطلاب وارواحهم تحلق عاليا وتحلم بوطن كله حريه وعداله ومساواه وعلى الرغم من رداءه التعليم كان الحد الادنى من الفكر الوطني الجمهوري والوعي بالدستور والمفاهيم الوسطيه لا تزال حاضره في محتوى مناهج التعليم ومضامينه اليوم، وبعد عامين من سيطرة ميليشيا الحوثي على السلطة في البلاد، برزت جلية خطوات الحوثيين الحثيثة للاستحواذ على التعليم والمدارس، وإحداث ثقب أسود في مناهج التعليم العام، محاولة نقل تجربة حوثنة المناهج من صعدة التي سقطت في أيدي الحوثيين منذ عام 2011، والتي تحولت الدبابة واللغم والمسدس لأدوات تحتسب بها المعادلات الحسابية البسيطة في مناهج المدارس بصعدة. قبل أكثر من شهر حرصت ميليشيا الحوثي على إسناد مقعد وزارة التربية والتعليم لشقيق زعيم الميليشيا يحيى الحوثي الذي تقول سيرته الذاتية إنه لا يحمل أي مؤهل علمي وكتب أمام اسمه إنه يجيد القراءة والكتابة. خلال العامين الماضيين سعت الميليشيا للاستحواذ على منابر المساجد وإدارات المدارس ومكاتب التربية والتعليم في عدد من المحافظات وفي ديوان عام الوزارة. يتعامل الحوثيون مع المدارس باعتبارها فقاسه العنف ومخزن المقاتلين خصوصا مع تنامي عمليات تجنيد الاطفال والدفع بها الى جبهات القتال، وهو الامر الذي وثقته عدد من المنظمات الحقوقيه الدوليه، وهو ما دفع العديد من الاسر لمنع ابنائها من الذهاب الى المدارس خوفا من قيام الميليشيا بالتاثير عليهم. اخضعت الميليشيا المدارس لسيطره مشرفيها الذين سبق لوسائل الاعلام أن نشرت العشرات من المقاطع التي تظهر قيادات الميليشيا في المدارس يلقنون الأطفال الصرخة الحوثية ويحثوهم للتوجه للجبهات. اليوم باتت محاولات تفخيخ عقول الأطفال باسم لافتة المقدس هو التحول المفزع للمدارس التي تظهرها وسائل إعلام الميليشيا وتبدو أشبه بمحو للإحلال الفكري والثقافي الذي يغزو عقول الأطفال في صورة تجسد أقصى انتهاك ذهني بحق الطفولة في هذا البلد المعذب والجريح. لا يقتصر الامر على مخاطر الطائفيه حينما تغزو حصون التربيه والتعليم بل يتعدى الامر الى ما هو اخطر من ذلك تبني ميليشيا الانقلاب لتعليم شطري يخص اقليما بذاته لخلق جيل معزول عن ذاته اليمنيه وعن التعليم الوطني الجامع لكل ابناء اليمن.